السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقدم لكم في هذا الفيديو إن شاء الله البرمجة المفصلة لبث دروس التلفزة المدرسية عبر القنوات المغربية لهذا اليوم. البرمجة المفصلة لبث دروس التلفزة المدرسية عبر القناة الأمازيغية. البرمجة المفصلة لبث دروس التلفزة المدرسية عبر قناة العيون. ثم البرمجة المفصلة لبث دروس التلفزة المدرسية عبر قناة الثقافية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو قم بالاشتراك في القناة وفعل الجرس ليصلك الجديد.